المشروع هذا لمصنع يعرف الرتوشات الأخيرة بغية إنتاج مسحوق فحامات الكالسيوم المكون من أجزاء متناهية الصغر، يقع بالخروب بولاية قسنطينة ومرتقب أن يدخل الإنتاج خلال الأسابيع القادمة بقدرة إنتاجية 100 ألف طن سنوياً. هذا المصنع زيادة على قدراته الإنتاجية هو له خصوصية، وذلك بالنسبة للتكنولوجيا المستعملة في تثمين مادة كربونات الكالسيوم في هذا المصنع، والتي ستسمح لنا بإنتاج مواد جودة عالية جدا اللي هي اليوم تستورد. هكذا استثمار بإمكانه تحسين نوعية إنتاج المواد ذات الصلة بفحامات الكالسيوم والتقليص من فاتورة الاستيراد وتوفير حوالي 60 منصب شغل جديد والدفع بسلسلة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاقتحام السوق الوطنية. عبر هذا المصنع الذي استثمرنا فيه الكثير خصوصا في مجال التكنولوجيا، لدينا أفضل الأدوات التي تجعلنا أكثر تنافسية من غيرنا لأننا نمتلك تكنولوجيا متطورة. المصنع الجديد جاء داعما لما تنتجه المؤسسة الوطنية للحصى، وسيعمل على توفير تشكيلة جديدة كانت تستورد من الخارج. مصنع إنتاج فحامة كالسيوم سنة 1993، مادة مستهدفة للمواد الغذائية للطلاء للدهن وكذلك تحلية المياه. إنتاج جديد راح يكون 5 ميكرون 3 ميكرون، الجزائر ما تكونش في تحتاج للاستيراد. هو حلقة ضمن سلسلة المشاريع المنجمية التي تعرف تطوراً في استغلال المواد الأولية الوطنية في الصناعة المحلية.